نروح لموضوع تاني كان موضوع طبعا جميل جدا لما كان معانا أطفال كان معانا شباب قدروا ان هم يحصلوا على مراكز متقدمة في المسابقة العالمية للرياضة الذهنية متفوقين على عدد كبير من الأطفال من مختلف دول العالم كانوا موجودين معانا في الحياة اليوم من حوالي أسبوع وقتها كلمنا وزير التربية والتعليم دكتور إبراهيم غنيم واللي يعني أبدى سعادة كبيرة بهؤلاء الشباب وكنا بنطلب منه أنه يا ريت يتم تغيير وتطوير المناهج علشان تتناسب مع عقلية الأطفال وتقدر أنها تنميها علشان يكون عندنا هذه المستويات المتقدمة في كل مدارس مصر. الطفل المصري هو أذكى طفل في العالم وهذه العبارة ليست مجرد إشاعة يطلقها المصريين على أطفالهم ولكنها حقيقة ثابتة على أرض الواقع فبالأمس قام الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بتكريم مجموعة من الأطفال المصريين الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة العالمية للرياضة الذهنية والتي أقيمت منذ شهرين في دولة ماليزيا بشكر قناة الحياة لأنها كانت أول من عرضت أولادنا على المواطنين المصريين وعلى الشعب المصري أن هناك نماذج نجاح موجودة داخل المدرسة المصرية نماذج نجاح وصلت للمستوى العالمي دول مش أول مرة على فكرة في نماذج نجاح كثيرة جدا أنا كرمتها يمكن على مدار 5-6 شهور اللي فاتوا أن أولادنا بخير الجسم التعليم المصري ما زال بخير لكن محتاج بس أن احنا نعرض لأولاد مصر كلهم هذه النماذج الطيبة طلعنا مع الأطفال في رحلة كومبيتيشن عالمية في ماليزيا في شهر 12 اللي فات كان بيحضرها أكتر من 3000 طفل من حول العالم من اليابان من ماليزيا طبعا بلد الأم من تركيا سنغافور الأماكن دي واستطاع الحمد لله أولادنا أنهم يحققوا البطولة بتاعة المسابقة وحققنا المركز الأول والثالث والسابع أكثر من 200 مسألة رياضية معقدة كان على الأطفال حلها في أقل من 8 دقائق فقط وتمكنت مصر من الحصول على المركز الأول والثالث والسابع فضلا عن مراكز أخرى من بين 3000 طفل من كافة أنحاء العالم الحمد لله جبت المركز الأول في المسابقة العالمية اللي عملت في ماليزيا يوم 16-12 طبعا دي كانت حاجة بالنسبة لي حاجة جديدة وكنت مبسوطة أن أنا أجرب تجربة زي دي انا كنت من الناس اللي طلعت اول مره في 2010 مع مصر بس ما كناش حصلنا غير على مراكز شرف عشان ما كناش لحقنا نتدرب كفايه المسائل كانت كتيره اكتر من 200 كده في 4 ورقات بس و يعني انا نفسي حليت صف يعني قربت احل صفحتين بس الوقت خلص يعني قبل ما اخلص الصفحه الثانيه بتعتمد عن المات بس حوالي 255 مسألة المفروض ان احنا نعملها في 8 دقايق بس كان انا كنت في جروب اف اعلى جروب كان المفروض اعلى حاجة كنت مثلا اعملها 200 او طبعا كان احسن ان انا اكمل الشيتس كلها انا اخدت المركز الثالث على الجروب بتاعي ومن بين اذكى 40 طفلا على مستوى العالم كان الاربعة الاول ايضا من هؤلاء الاطفال لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل سيقتصر دور الدولة على التكريم فقط أم ستقدم الرعاية العلمية الكافية لهؤلاء حتى لا ينضموا مستقبلا للطيور المصرية المهاجرة نحو الغرب وأمريكا أحمد مصلحي الحياة اليوم